السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع ورمضان كريم. طبعا اتصال عن أفعى حسب قول المتصل كبيرة حاصرينها بعصاي عند مدرسة الكرو. أكيد بس نوصل بنشوف شو وضع الأفعى. طبعا احنا في فصل الأفاعي والصيد، يعني مش ملحكين صيد، وعندنا اليوم واحد مسك اسود خبيث وكرسه، وحاليا هو بالانعاش. الله يشفي. بدي ياخذ 90 90 90 هذا اللي تاع نابس. الو، هلا ترجع لي بالله بعد شوي. طالع صيد حي بس دغل طارت. وين انت؟ طيب ماشي. وين هذه الكروم الشمالية؟ هاي الكروم، هاي الكروم على الشمالية. يعني أنا قاعد هاي بضوش. أفعى فلسطين هيك. قلنا أفعى فلسطين، بقول لك تحت حياة يعني. بس ضاغط عليها كثير انت على الراس. يا ساتر، شو ها؟ دلمتك هو الراس. كيف ضاغط عليها؟ ضغط العصاي. ألو. ألو. ايش بدك؟ تعبان على الشارع، تعبان. هلا أمجاد. وين أنا؟ هيني في باتونيا. ضاغط عليها كثير، أعطيني. أي شيء يعود. شيء. طيب يلا ماشي سلامات. يلا عبر على صوي كبير. كثير ضاغط عليها، تعال حطها على الشارع. خلص يا ابني. وانت شو بتسوي يا ولد يعني؟ طب اذا ما ابعد الاولاد عنك، دير بالك. كيف؟ خليها شوي تريح. خلص هاي رجعت. اشتغلت. فلسطين ما انا عارف. هاي اشتغلت وصارت تنفخ. افعى فلسطين هاي. انت بتقول لي لا مش عارفها؟ لا يا زلمه، هي افعى فلسطين معروفه. زلطة شو ولا لا؟ لا يا زلمه مش زلطة، بس شوي باكي كابس عليها. قطع نفس، هاي اشتغلت. شايف؟ خليها. اخذت نفس اكسجين. لانه بالعصا على العصاي هي انا بربيش التنفس هان بيجي. شايف هاي كوية؟ تطلع خفوش. شايف صارت سريعة، رجعت. لو شوي ماتت. تشرد بأي طريقة. أول ما شلتها بقت شبه ميتة. ما ضغط عليها. ساعة هم يدوروا. إحنا أجينا مستعجلين، معناش شيء. حسن، مش معناش شيء. ليه؟ طب كيف بدنا نخرج معنا؟ يلا. خلينا نطلع. خليك بتجنني. استنى،
اطلعوا انتوا. سلام. سلامات. وين راح الشاب اللي بقصك؟ وين راح؟ يلا اطلعوا. انت بتطلعش على الحي، بتطلع قدام. تعالي يلا وديك عند خواتي. وين وين الحوض هان؟ تعال. علي بالله الصندوق انت لتطلع جوا. يلا خش. هني وحدة. في وحدة ضخمة ضخمة. هذي لها من امبارح. لا تغير جلد هاي الحقيقة. مش لازم موضوع يا باشي بتنفخ هاي. اسمع صوت. اسمع. اسمع اسمع. خليك واقف. تلفوناتي وين بالسيارة ضلوا؟ تعال تعال خلص عليك الأمام. أيوة. يلا اطلع يلا يلا. شباب بلشت تشلح فطورها. ايوه ممتاز. يلا 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 شطور. شربت شربت يما يا حبيبي. مجرم هاي الحية. تعرف اليوم ضربتني حية هان اقسم بالله علقت في البوت هان. والله حيت فلسطين. قوية هاي الحية. تعال. في مي هان. وين تخاف؟